فكرة البرنامج جات لي من في سيزون 1 لما كنا بندور على حاجة يعني بره الصندوق وكده، والحمد لله ربنا قدرنا. وكنا في البداية كنا هنعمل حاجة كده يعني 5 كاركترات، وكل كاركتر هيعمل 6 حلقات. فالمنتج قال لي لا، احنا حابين نكمل، يبقى 30 كاركتر وبتاع. وقعدنا وحضرنا واشتغلنا، وكان الحمد لله نتيجة كويسة جدا للسيزون 1، وعملنا سيزون 2، وبناء على طلب الناس عملنا سيزون 3. وان شاء الله عندنا كريزي، بس مش تاكسي، عندنا بقى في براند اسمه كريزي. كريزي ايه ده؟ هنشوفه ان شاء الله. البوينت اوف اتاك بتاع البرنامج كان من السوشيال ميديا، من السيزون 1 كان على اليوتيوب وكان على الفيسبوك وكده، والحمد لله ربنا يعني اكرمنا. بصي، هو يعني الواقع غريبه شويتين. هو مواطن شاف حد بيتحط في شنطه تاكسي وبيتقفل عليه اوتوماتيكلي، هو لازم يبلغ. تصرف نبيل جدا على فكره، من مواطن شريف جدا. فطبعا هو بلغ النجده، فالنجده اختارت المديريه، فاختاروا الوزاره، فجم فلما جم عرفوا ان ايه ده، يعني بقى الموضوع ابراهيم السمان وكريزي تاكسي. والحمد لله يعني هم الناس كانوا بيشوفوا شغلهم، بصراحه ما نقدرش نقول غير كده طبعا، بس تداركوا الموقف. ولما رحنا بقى الاسم وكده، والحمد لله الناس تفهموا. يعني انا كان عندي السنه دي رانيا وسكينه، كنت ضيف شرف مع روبي ومع مي عمر، وبحضر لحاجة سينما إن شاء الله، مفاجأة بطولتي. وإن شاء الله بأمر الله، بأمر الله في أكتر من بروجكت يعني. بس أنا بصي، الاختيار مش سهل، وأنا مش عايز أعمل حاجة وخلاص يعني، علشان الناس بقت يعني يا رب دايما يعني أبقى عند حسن ظن الناس. أنا بحاول بقدر الإمكان أنا أعمل حاجة يعني الناس بتحبني وبتحب شغلي، فمش عايز